أبا محمد، من الذي صنع هذا الصنع؟ من الذي سماك؟ قال: لا عليك يا أبا عبد الله، هذا وقت الوصية، هذا وقت الوداع يا أبا عبد الله. ضمه إلى صدره وأوصى عليه بوصاياه، سلم مواريث النبوة والإمامة، شبح بعينه في عين أخيه الحسين، قال: أبا عبد الله علي بطشت. طشت أبو محمد شو تريد بي؟ وضع الطشت بين يدي أخيه، قال: أبا عبد الله إلزم إلى رأسي في صدرك. لزم رأس أخيه، أخذ يجود بنفسه يمينا وشمالا حتى تقيأ كبده قطعة بعد قطعة. وسيدا وحسنا، شاف الدماء الحسين في ذلك الطشت، قام يلطم على راسه، قال: أبو علي تبكي لهذا الدم ولهذه الكبد المقطعة؟ قالوا: شلون ما أبكي يا أخوي؟ قال: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، اليوم كبدي بهذا السم مقطعة، وفي يوم كربلاء تستخرج كبدك بذلك السهم المشوم. صارت النياحة عنده شوية، وإذا بالضج على باب الحسن، نائحات باكيات. قال: أبو علي غط الطشت، شيل الطشت من أمام أخوك يا أبو علي. قال: الصاير أبو محمد. قال: يا أخوي حسين شيل الطشت عني، والله علي يردن خواتي ودي عني، ويردان يشب عن شاف مني. دخل الزينب، شافت الحسن مسجى على فراش الموت، ألقت بنفسها عليه طولا بطول، وأخاه وحسناه، شافت الدم على فمه على أثوابه، التفتت إلى الحسين: أبا عبد الله، هذا دم من؟ هذا الدماء على أثواب الحسن دم من؟ الدم الذي على أثوابك دم من أبا عبد الله؟ التفتت وإذا ترى طشتا قد غطي بمنديل، رفعت المنديل فوجدت كبد الحسن قد تقطعت بالسموم. أويلي دخلت عليه وعاينت ليلوج وحده، عندها أخوه حسين دمع فوق خده، آمر خي يشيل طشت البيت شبده، شيل يا أخويا لا تشوف الهاشمية، شيل الطشيت خاف الوديعة تشوف جبدي، خافي تنوح من بجاه يزيد وجدي، هذي تراه مدللت والدي وجدي، ما اقدر اشوف دموعها بخدها جري. اوصيك خويا من بعد عينيك فلا، وبكل وقت يا نور عيني دايم لها، تبقى تراه بالهضم من بعد أهلها، توقف على جثثكم براض الغاضري.
صارت يا ابو محمد اختك من مجلس الى مجلس هالايام، من بلد الى بلد، قال صدات لن تشوف طشتين ممتلئ بدم، شافت قطع كبدي الحسن متقطع بسم، صاحت وهي فوق الصدر والراس تلطم، كبدك يا خويا مقطع وتخفي علي، أجركم الله وعند احتضار الموت قال أخي أضجعني على فراشي، الله خليفتي عليكم من بعدي، الله الله في الأيتام، الله الله في نسائي، الله الله في زينب يا أبا عبد الله، مد للموت رجليك وأسبل يديه، قرأ شيئا من القرآن أغمض الغريب عينيه وأطبق شفته وفاضت روحه. أيوا حسنا، أيوا سيدا، غسله الحسين بدموع. شحالة اللي يغسل عضيدة، شحالة غسل كفنه وضع على سريره وشيل بنعشه إلى قبر جده رسول الله، وصلوا بالجنازة إلى القبر وإذا بالسهام ترشق على نعشه. يا علي يا علي، الحسين يشيل السهام من نعشه، عشت مظلوما ومت مظلوما يا أبا محمد، جددوا به عهدا ورفعوا الجنازة جابوها إلى البقيع إلى موضع قبره. يلا بالوصول، شلون تشيع إلى أبو محمد؟ سيدي ومولاي عاد سامحنا اليوم، كل سنة حتى لو ما حد يجيك البقيع، بس عندنا مواكب، عندنا صرخات تشوفها في مناطقنا في قرآن. السنة الغربة مضاعفة سيدي، البقيع البقيع وجايينها نعش الحسن، وتشوف الزوار اليوم ما عنده، طالع كربلاء اكو زوار، الرضا عنده زوار، امير المؤمنين عنده زوار، الا ابو محمد. يلا يلا اسمع العتب، عندي وياك هالابيات وبنهي بعد بابيات واسالك الدعاء. اسمع العتب اللي عند البقيع على كربلاء، ايش عندك يا بقيع؟ قال البقيع بدفنة المسموم قلبه من المصيبة ذاب، هامل دمعته وعنده على أرض الطفوف اعتق، أنا يا كربلاء بتربي دفنت الحسن المسموم، ما خليت متعطل على حر الثرى كم يوم، غسلت بجار الماي ما غسلت من الدموع، وساعة دفنته حضرة عند أهله والأحباب، وساعة دفنته حضرة
عند أهل والأحب وزلفاني لفاني بموكب التشيع جنازة بهيبة مرفوعة جسمه ما هو مبضع ولا هم كسر ضلوعة ولا قلبه بسهم مرمي وقطعة منه منزوعة ولا سبيا وإلي نسوان ولا حرقا وإلي هطنا ولا سبيا وإلي نسوان ولا حرقا وإلي هطنا يا كربلاء عندك رد على البقيع لولا صاحت كربلاء اعتابك زيد لوعتي وهمي ما يحق لك تعاتبني على اللي بتربتي مرمي دفنت وفضل سواني جليلة وارتفع باسمي تعالوا شوف زوارا وزحمتهم على الأبواب عندك زوار انت يا بقيع تعالوا شوف زوارا وزحمتهم على الأبواب وشوف شلون زوارك يزورون الحسن في خوف لا تعتب يا بقيع وشوف منه بالفضل زايد قبر مذبوحي في روضة تراها بذبحة واقف وقبر مسمومك بالتراب حتى ما عليه شاهد ما عنده شاهد إمامكم يقول لا تعتب يا بقيع وشوف منه بالفضل زايد قبر مذبوح في روضة تراها بذبحة واقد وقبر مسمومك بالتراب حتى ما عليه شاهد مو انت اللي بتعاتب انا اللي عندي عليك اعتاب على شاعر شاعر اخر يقول حتى الامام الحسن عنده اعتاب تعتب على من ابو محمد قال اعتب على زواري اعتب على شيعتي ليش يا ابو محمد قال مثل ابويا ومثل ابو فاضل وابو سكنة الذبيح ليش ما عندي منارة مثل غيري ولا ضري مو أنا راعي الكرم والجود وأنا قبتي خدي ذاب من الشمس والسم فطر مهجتي لو تشوفوني يا شيعة شلون حال حالتي أنا ما عندي منارة مثل غير ولا بر ها أبو محمد قال بالنجف قبة أبونا تزهي ما بين الملأ وقبتين انوارها تسطع بوادي كربلاء وقبة برض الشام حق المخدرة والمدللة وانا ما عندي منارة مثل غيري ولا ضري اسمع اسمع عتاب امامك يقول وين يا زوار عني ما تجون إلى القبر ليش ما أسمع بواجيكم ولا لطم الصدور
أقسم عليكم حق ضلعمي اللي من كسور، ليش ما عندي منارة مثل غير ولا ضر. بيت الدعاء، وأسألك الدعاء، بيت الدعاء يقول: يا المحبين اذكروني بالمآتم والعزم، لين صبتوها على المذبوح ضام بكربلة، لي ذكرتم صاب أخويا مصيبتي لا تنسى. أنا ما عندي منارة مثل غير ولا ضر.